أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى الله وتقدس وتنزه عن العبث. أنت تعبث؟ لو رأينا واحد عنده مزرعة يجيب الشيول ويحفر حفرة طول اليوم، وفي اليوم الثاني يجيب الشيول يقول دمها، واليوم الثالث احفرها، ايش نقول لهذا؟ نقول هذا مجنون يعبث يضيع فلوسه. انت لا تعبث، ما تضع طوبة في بيتك الا لحكمة. الدول ما تعبث، تبني مستشفيات لحكمة علاج الناس، تبني كليات لتعليم الناس، تشتري سلاح لتحمي حدودها وأمنها، كل شيء لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ويقول سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني عبثا، ذلك ظن الذين كفروا، أي هذا معتقد الكفار الذين لا يعرفون لماذا خلقهم الله. فويل للذين كفروا من النار. ويقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني نلعب عبث، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لهم الويل حين يصفون الله بالعبث، وأن خلق السماء والأرض عبث والإنسان عبث، وأن الإنسان يعيش وبعدين يموت وتنتهي المسألة. لا، الشرع والعقل يجزم أن الإنسان خلق لحكمة ووجد لغاية. طيب، هل بإمكان الإنسان أن يعرف هذه الغاية من نفسه؟ لا، مهما كانت عبقريته، مهما كان ذكاءه وعقله، لا يمكن أن يعرف. ليش؟ لأنه ما جاء باختياره حتى نسأل نقول ليش جيت، وإنما جيء به، فلا يدري لماذا جيء به. الذي يعلم لماذا جيء به هو الذي جاء به. يعني أنا الآن جئتكم باختياري، جاي من الفندق إلى المسجد ونفسيتي يعني مطمئنة ومرتاحة، وأي واحد يسألني إيش جابك أقول والله جيت ألقي درس أو محاضرة. لكن لو أني وأنا أخرج من الفندق تقف عندي عربة وينزل منها ناس مسلحون متنكرون ويلقون القبض علي ويضعون القيد في يدي ويضعوني في السيارة ويخرجون بي إلى الصحراء وفي خيمة يرموني فيها، ويجي واحد يسألني وش جابك في ذا، إيش أقول له؟ أقول ما أدري، لأني ما رحت أنا الخيمة بنفسي، ما أدري والله. طيب، حل الشريحة من نفسيتي في تلك في تلك الخيمة، كيف ستجدوني؟ مرتاح؟ لا. يعطوني أكل أقول ما بأكل، النوم يجي أنام ما يجي نوم، وتبدأ الاضطرابات والاحتمالات في رأسي، وش سويت؟ وش بيسوون بي؟ يقتلوني؟ يرجعوني؟ يسجنوني؟ ما أدري، قلق. ليه؟ لأني ما أدري لماذا جئت هنا. أما يوم جئتكم هنا مرتاح، لأن أي واحد يعرفني يسألني أقول أنا جاي المسجد أصلي وألقي الدرس. هذا الإنسان لما جاء إلى هذه الحياة هل جاء باختياره؟ لا. هل أخذ رأينا نحن قبل أن نخلق؟ هل حددنا نحن الجنسية والبلد والوطن؟ هل حددنا النوعية ذكر أو أنثى؟ لا، جيء بنا. لماذا جيء بنا؟ ما ندري. من نسأل الذي جاء بنا؟ من الذي جاء بنا؟ الله. الله خالق كل شيء ونحن شيء، وهو على كل شيء وكيل. إنا خلقنا الإنسان، من هنا إنا؟ أي الله. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا
وإما كفورا. الذي جاء بك لم يتركك هكذا ما تدري ليش جيت، وإنما بعث إليك الرسل وأنزل عليهم الكتب. وكانت جميع الأنبياء والرسالات مهمتها اللي تقول للناس ليش خلقتوا. ما في نبي واحد جاء يقول للناس أؤمنوا بوجود الله، لأن وجود الله مما استقر في الفطر. كل إنسان مخلوق يؤمن من قرارة نفسه بالفطرة أن هناك خالق لهذا الكون وهو الله، ولا ينكر إلا الشذاذ من البشر الذين اجتالتهم الشياطين. ولهذا جاء في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء، يعني مستقيمين، فاجتالتهم الشياطين. وكل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. مهمة الأنبياء، وجاء هذا في القرآن في آيات كثيرة. يقول عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله بس واجتنبوا الطاغوت. ويقول عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حصر الهدف من خلق الإنس والجن في العبادة بما وإلا. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تقول أنت ما في المسجد إلا زيد، وما في الدار إلا عمر، يعني ما في أحد إلا عمر ولا زيد. كذلك ما في غرض من أجله خلقك الله إلا العبادة. ما خلقك الله تأكل وتشرب وتتوظف وتتزوج وتبني، لا، هذه ما هي أهداف، هذه أهداف مساعدة. أنت تأكل وتشرب لتعبد الله، وتتعلم لتعبد الله، وتتوظف لتعبد الله، وتتزوج لتعبد الله، وتبني البيت لتعمره بعبادة الله، وتشتري السيارة لتمتطيها إلى أماكن العبادة، ولتستعين بها على أمورك التي تعينك على عبادة الله. الغرض الأساس هو العبادة. وهذه الكلمة أيها الإخوة ليعبدون تعتبر منهج حياة للإنسان، تغطي كل جزئية من جزئيات حياتك. وليست العبادة مقصورة على ما نفهمه، إذ أن الناس الآن ضيقوا مفهوم العبادة وحصروه في الشعائر التعبدية، في الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه أركان العبادة وأسس الديانة. لكن العبادة أشمل من ذلك، العبادة تغطي كل جزئية من جزئيات حياتك. حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من العبادة لا يتصور العقل أنها عبادة. تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. يعني إيش؟ يعني عبادة. كم نخسر كثيرا أيها الإخوة حينما نضيع هذه المسألة، التبسم. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه وجه طلق. وش تخسر لما تقول السلام عليكم تبتسم؟ تدري إيش أثر الابتسامة ذي على الناس اللي تقابلهم؟ تزيل من قلوبهم الهم والكرب وسوء الظن نحوك، وتريحهم، وانت ترتاح، تقول والله فلان ما شاء الله قابلني بذاك الوجه الزين، والله انه يبتسم لي، والله انه ادخل السرور في قلبي. لكن واحد ثاني مر وانت عيونك كذا مثل عيون الذيب عليه، اي نعم، ووجهك مثل الركبة كذا مقبل، ايش يقول هذا؟ يقول الله اكبر عليه، والله انه بغى ياكلني بعيونه، والعياذ بالله. ايش بهذا الانسان؟ تشعره بالضيق. طيب يا اخي ليه ما تبتسم؟ علشان تكسب حسنات وتكسب مودة الناس، وأيضا تصير مقبول، والله عز وجل يحبك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام، مش في لما تقول السلام عليكم تدري أن هذه صدقة وحسنة وعشر حسنات، وإذا قلت رحمة الله تصير عليك 23، وإذا قلت بركاته 30. ذا الحين ما عاد في حتى السلام عليكم، في هلا هل هلا مرحبا، واللي عنده حرفين انجليزي قد هو يعلمنا انه يتكلم انجليزي، جود مورنينج ولا جود نايت ولا جود ايفنينج ولا هنا. وبعضهم اذا كلمته قال اوكي. واحدة اتصلت بي وتسألني سؤال وتبغى تعلمني انها مثقفة، ولما سألتها في الإجابة قالت اوكي. قلت ايش اوكي؟ قالت يعني نعم. يعني قلت ليه ما تقولين نعم او طيب؟ ليش اوكي؟ يعني نحن ذيليين، ما عندنا استقلالية، ما عندنا يعني انا فهم اننا نتكلم لغة القرآن، لغة الجنة، اللغة العربية الذي انزل بها القرآن، نقعد ندور عبارات ومفردات. صحيح اذا قلت عندهم وتتكلم معهم تكلم بلغتهم، لكن اذا انت معنا ليش تجيب اوكي وموكي؟ علشان ايش؟ عشان تغالطنا وتشعرنا انك متثقف وانك متعلم؟ وهل الثقافة هذه هي نوع من الثقافة؟ لكن الثقافة الحقيقية ثقافة القرآن، ثقافة السنة الذي تنفعك في قبرك وتنفعك في محشرك وتنفعك يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ابتسم فهذه صدقة. ما تقدر تقسم فلوس؟ تقدر مهما كنت، لو أنك دولة ما تقدر تعطي الناس كلهم قروش كل ما قبلتهم، لكن تقدر تقسم حسنات عن طريق الابتسامة. بعضهم حتى لا يبتسم في بيته، يدخل على مرته وهو زعلان، ومرأته مسكينة تنتظر هذه الابتسامة، لأنه من يتوقع أن واحد بيدخل بيته يبتسم لها؟ ما فيه إلا أنت. فإذا دخلت وانت زعلان قتلت هذه النفس فيها وأحرمتها وأحسستها بالجوع العاطفية. ابتسم من يوم تدخل، وادعها من عند الباب، يا أم فلان كيف الحال؟ طيبين؟ ترى أحسن هذا من الفلوس، وأحسن من الطعام، وأحسن من الهدايا. ابتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، عبادة. أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة إماطة الأذى عن الطريق، وهذه شغلة البلدية، لكن أيضا أنت عليك مسؤولية تجاه البيئة اللي تعيش فيها، لأن ديننا دين حضاري، دين رباني، يحملنا مسؤولية أنه ما نربي شيء في الطريق، بل إذا وجدنا واحد ما عنده أدب ورمى شيء في الطريق ننزل ونشيل اللي في الطريق، فكيف بمن يرمي الأذى في الطريق؟ بل شيء أعظم من هذا، الصحابة ما سكتوا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم وفي بضع أحدكم صدقة، فاستغربوا، كانوا يظنون أن الصدقة في الجهاد، في الصدقات، في الصوم، في الصلاة، إنما كمان يجي الواحد زوجته ويأخذ عليها أجر كمان. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فانظروا أيها الإخوة لعظمة هذا الدين، أن يتيح لك فرص لتحصيل الأجر حتى من شهواتك ومباحاتك. يقول أحد السلف، يقول إني لا أحتسب على الله نومتي وقومتي وأكلتي وشربتي. إذا أكلت بيمينك وأكلت مما يليك وسميت الله وشكرت الله على الأكل واستعنت بالأكل هذا على طاعة الله، يتحول أكلك هذا إلى عبادة. هذا معنى يعبدون. أجل الغرض الذي من أجله خلقك الله العبادة. اسأل نفسك أين أنت من هذه الكلمة؟ لله عز وجل عبودية عليك في عينك، أن تغض عما حرم الله، وأن تغض عن ما رزق الله الناس، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ألا تقيم الناس بمقيام الأرض، لا تنظر إلى أحد تزدريه تحتقره لأن جنسيته كذا، أو لأن طوله كذا، أو عرضه كذا، أو لونه كذا. لا، اللي يمنح الجنسية ويمنح الأرض والطول والعرض ويمنح اللون والهذا هو الله.
فلما أنت تعيب شيء سواه ربي لا تعيب المصنوع وإنما تعيب من الصانع. غض بصرك عن المحارم، من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم، هذه عبودية في عينك. أين أنت؟ هل هذه العين عابدة ولا متمردة؟ لله عبودية في أذنك أن تسمع بها القرآن، تسمع بها السنة، تسمع بها علوم الرجال، لا تسمع بها خنا، ولا تسمع بها غنى، ولا تسمع بها ساقط القول ولا رديء الكلام. ليه؟ مسؤول عن هذه الأذن. لله عبودية في لسانك، اجعل هذا اللسان ذاكرة، واجعل هذا اللسان تالية، واجعله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا يخرج منه إلا كلمة طيبة، وإلا فاصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لله عبودية في يدك، لا تمدها إلى حرام، لا تمدها على دم حرام أو على مال حرام أو على عرض حرام أو تكتب بها شيء حرام. انتبه، لله عبودية في رجلك، لا تحملك إلى مكان حرام. لله عبودية في بطنك، لا ينزل فيه شيء حرام. لله عبودية في فرجك، لا تطأ به حرام، أنت عابد لله. لله عبودية في ليلك وفي نهارك وفي مسجدك وفي سوقك ومع أهلك ومع الناس وفي خلوتك وفي جلوتك وفي سرك وفي جهرك وفي كل حياتك. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن حياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا معنى دخوله في السلم كافة، مو دخول تشطيري وانتقائي. بعض الناس يتنقى من الدين، يأخذ اللي يصلح له واللي ما يصلح يخليه. لا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، دخول كامل. التشطير هذا والتجزئة ما ينفعك، والانتقاء والاختيار وترك شيء وأخذ شيء، خذ الدين كامل. والله ما كلفنا شيء في مشقة، بل الدين كامل كله يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا حققت هذا صرت عابد لله ومن عباد الله الصالحين. وليس بينك وبين أن تلقى الله وتدخل الجنة إلا هذه الفترة المتبقية من عمرك. لكن هذه العبادة أيها الإخوة لا تتم ولا تفعل في عالم الواقع بالنسبة للإنسان إلا عبر مصهر الابتلاء. والابتلاء هو غاية الوجود التي تتحقق منها غاية العبادة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يختبرون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الابتلاء الغرض منه التهيئة والإعداد والتأهيل لدخول الجنة، لأن الناس كلهم معادن، ولكن هل المعادن كلها في جودة واحدة؟ لا، في معادن ذهب، وفي معادن حديد، وفي معادن نحاس، وفي معادن رخيصة ما لها قيمة يرمونها. طيب كيف عرفنا الذهب والحديد والنحاس والمعادن الرخيصة؟ إلا من خلال إيش؟ الصهر، من خلال الابتلاء. نصهر المعدن ونبتليه ونختبره علشان يبرز لنا الذهب ويبرز لنا الخبث. وكذلك الناس معادن، لا يظهر الطيب منهم والبطال إلا من خلال الصهر، والصهر بإيش؟ بالعبادة، من أجل التأهيل للجنة. إذ كيف يدخل الجنة إنسان ما ابتلي،
ما عرف إيش معدنه، هو طيب ولا خبيث، وكيف نعرف إنه خبيث أو طيب إلا من خلال الابتلاء. والابتلاء بماذا؟ بأربعة أشياء. أول مسار من مسارات الابتلاء، الابتلاء بالتكاليف الشرعية. ابتلى الله الخلق وألزمهم وأوجب عليهم وفرض عليهم أمورا وفرائض وواجبات لا بد من القيام بها، ما يعذرون، وهي أركان الإسلام، ويقع في قمتها الركن الأعظم وهو توحيد الله وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، توحيد الله بالعبادة وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالمتابعة. وهذه كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله تعني تجريد الإخلاص في العبادة لله وحده، محمد رسول الله تعني تجريد المتابعة في العبادة لرسول الله وحده، فلا معبود إلا الله ولا متبع في العبادة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أخلص العمل وأصوبه. لما سئل الإمام ابن عياض الفضيل بن عياض قالوا ما أحسن العمل عند قول الله عز وجل أيكم أحسن عملا، قالوا إيش أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحقيق التوحيد ليس أمرا سهلا، التوحيد يحتاج إلى قوة وإلى جمع القلب كله على الله. ليش؟ لأن القلب هذا فيه نوازع وفيه أهواء وفيه رغبات وفيه شهوات وفيه، فكيف تجمعها كلها على الله؟ بالتوحيد. لا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تعتمد وتوكل إلا على الله، ولا تطلب إلا الله، كل شيء لله، هذا هو التوحيد. ولهذا الكفار لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد استغربوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عجيب أن يكون الآلهة واجد، ليه؟ لأن الهوى إله والشيطان إله والشهوات إله والدرهم إله والدينار إله والملابس إله والعادات إله والتقاليد إله، كل هذه تمثل آلهة في حياة الناس، لكن المؤمن لا يستجيب إلا لله وحده، ويبرمج كل الباقي على ضوء عبادة الله. العادة ذي وافقت أمر الله نأخذ بها، رفضت أمر الله عارضته مرفوضة، التقليد مرفوض، المال مرفوض، الزوجة التي لا توافقني على أمر الله مرفوضة، كل شيء. هذا التوحيد، ومن يقدر على هذا إلا من وفقه الله، اللهم وفقنا يا ربي له. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيها صعوبة. ليه؟ لأن في الحياة، في حياة الناس قدوات، ويعني ناس مثاليين، فربما تجدون بعض الناس الآن يقلد له لاعب، ولا يقلد له مغني، ولا يقلد له ممثل، ولا أي نعم، لكن من هو القدوة والمثال الذي يستحق أن تتخذه قدوة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الصلاة هذه مشقة، والله عز وجل ذكر هذا في كتابه، قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، صعبة إلا على الخاشعين. من هم يا ربي؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يعتقدون عقيدة البعث والإيمان والرجوع إلى الله هم الذين تكون هذه الصلاة سهلة عليهم. ليه؟ لأنهم يؤمنون أن هذا الجهد ليس ضائعا، يعني كوني أجي في اليوم والليلة خمس مرات وفي الأوقات التي تتعارض مع راحتي، أنا مؤمن بأن هذه الخطوات ما هي ضياع، هذه خطوات سألقاها، متى ألقاها؟ بعد الموت، لأن آثار ومردود الصلاة ليس في الدنيا الآن، آثار وعائد الصلاة ومردودها كله في الجنة في الآخرة. فلا يؤمن بالصلاة ويحافظ عليها إلا من آمن بالجنة والآخرة، أما المنافق الذي لا يؤمن بالآخرة يرى أن هذا جهد ضايع، ولذا ما يجي أصلا، وإذا جاء يجي كسل ورياء، رؤون الناس
ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمن لا، في الصف الأول وفي جميع الأوقات، في الليل والنهار، الذين هم على صلاتهم دائمون، ما هم أصحاب صلوات مزاجية ولا موسمية في رمضان ولا يوم الجمعة، لا، دائم، الذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون، أولئك هم الوارثون. والصلاة دي أيها الإخوة لها خاصية من بدة جميع شرائع الدين، ليست مرة في العمر مثل الحج، وليست مرة في العام مثل الزكاة، وليست مرة في الشهر، وليست مرة في الأسبوع، وليست مرة في اليوم، وإنما في كل يوم 5 مرات. وبعدين الأوقات في أصعب الأوقات، صلاة الفجر دي تجي في قمة راحة الإنسان، ولا ود الناس إن الصلوات على كيفهم بحيث إذا قام يصلي، لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حدد الله الصلوات في القرآن، قال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني العصر والظهر، إلى غسق الليل، يعني المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الصلوات الله حددها بذاته العلية وجعلها في أوقات تتعارض مع راحة الإنسان، ابتلاء، اختبار. ولذا تشوفون الناس الآن في وقت صلاة الفجر وفي وقت بداية الدوام، كيف الحركة؟ وقت صلاة الفجر أفراد بسيطة، لكن وقت الدوام والمدارس والعمل كيف الشوارع؟ ممتلئة، يسمونها وقت الذروة، وقت الزحمة، كل العالم جايين. طيب هذول اللي جايين وينهم وقت الصلاة؟ ليه ما سووا الزحمة هذه عند المساجد؟ يمكن كلهم مسلمين لكن يزحمون أنفسهم عند الدوام وعند المدارس وعند الجامعات، لأنهم آمنوا إن الموظف اللي ما يجي يخصم عليه والطالب اللي ما يجي يطرد، لكن الذي ما يصلي قليل الذي يؤمن بهذا، ابتلاء. ولا ود الناس إنهم يخلون صلاة الفجر مع الدوام ويقومون قومة واحدة، يصلون ويداومون، لا لا، الله جعل الصلاة الساعة 4:15 أو 4 والدوام الساعة 7:30، لنعرف من اللي يقوم يصلي ومن اللي يقوم للدوام، ابتلاء. الزكاة ابتلاء، أموال تكسبها حلال وتكون تحت تصرفك ولك في قبضتك، آخر السنة تطلع 2.5%، واجب فرض، والمال حبيب للنفس، النفس فطرت على حب المال، يقول الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما. أي نعم، ما في أحد يكره المال، حتى المجانين. يقول لي أحد أطباء المستشفى المجانين في الطائف، يقول: والله عندنا مجانين بت ما يفهم شيء، لكن إذا شاف أبو 500 جاء عقله ولقطها، عقله الباطني ذاك. أي نعم، ليه؟ حب المال فطري، لكن حبك للمال يذوب أمام أمر الله. جت الزكاة طوالي، طيبة بها نفسك. المنافق لا، صعبة ما يخرجها، لأنه يشوف أنه مال ضايع، تجده ينفق على زوجته وينفق على أولاده وينفق في شهواته وينفق في ملابسه وينفق في أكله وشربه وفي مطاعمه، ولا يحسب، ما يحسب، لكن إذا قده لله تربس وفرمل. من الذي يجتاز هذه العقبة؟ المؤمن. ابتلاء. الصوم ابتلاء، لأنه الله حل لك الطعام والشراب الحلال وزوجتك، لكن في الصوم ممنوع، ممنوع الاقتراب، زوجتك جنبك لكن لا تقربها، الثلاجة مليانة والسفرة موجودة لكن لا تذوقها، الماء بارد وموجود ولكنك عطشان بس صايم ما تشرب، ابتلاء. الحج، فرض الله على الناس أن يحجوا بيته الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من وجد الأرزاد والراحلة وأمن الطريق فرض عليه أن يؤدي الحج. يركب الإنسان الأخطار ويتعرض للمهالك والكوارث، وربما يموت وربما يمرض، ويجي ليمارس عبادة ما يرى لها أي تفسير مادي، يطوف بالبيت من غير أن يعرف حكمة، يسعى بين الصفا والمروة من غير أن يعرف حكمة،
يقبل حجر وهو الحجر الأسود، ويرمي حجر وهو الجمرات من غير أن يعرف حكمة، يجلس في مكان في الليل ويجلس في مكان في النهار، اللي في النهار عرفة والليل في مزدلفة، لو جلس في الليل في مكان النهار ما صلحت. طيب ليش هذا كله؟ ابتلاء. بر الوالدين وقد تبتلى بأب لا يسير على مزاجك وكيفك، لكن لا يسعك إلا بره ولو كان كافر. الله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في الكفر، لكن وصاحبهما إيش؟ في الدنيا معروفة. لأن بعض طلبة العلم، بعض الملتزمين يتعامل مع والده بسوء. ليش؟ يقول أبويا قليل دين، أبويا ما يصلي، أبويا مدخن، أبويا يشرب، أبويا. نقول أبوك لو كان كافر لابد أن تبره وتطيعه إلا في معصية الله عز وجل. وبعدين هذا أبوك، نصيبك، ما معك إلا أبوك، ويمكن الله جعل جزء من الابتلاء لك لتقوم ببره أو لا. وما في مكان لاستبدال الآباء، ولا قلنا لو كان فيه كان قلنا حط أبوك في كرتون وروح بدله في مكان وخذ لك أبو مفصل على كيفك. ما معك إلا أبوك، إنه زين في حظك وإنه شين فاختبار لك، ولا يسعك إلا بره، ابتلاء. كذلك أمك ابتلاء، أنت برها. وقد تبتلى بأم تعاندك وتعاند زوجتك يعني تنغص عيشتك وتتدخل في مرتك وبينك وتجي تشحنك وتغريك وتقول مرتك ما هي بزينة، ما ايش تقول؟ تقول هي سم، ابشري يا ام، اللي ما هو بزين نخليه زين غصبا عنك، انا تحت قدمك وزوجتي تحت قدمي. ويجي عند زوجته يقول شوفي هذه امي ذي، تري تخرج عيوني من راسي ما تخرج هذه من بيتي، تري بدل المره مره لكن ما في بدل الام ام. هذا الرجل المؤمن، بر والدين، صلة رحم، كل هذه اسمها فرائض، ولا يسعك أمامها إلا الامتثال، وإلا سقطت في الامتحان. وطبعا لما تمتثل تنجح، ولما تنجح تدخل الجنة، إذا لم تمتثل تسقط، وإذا سقطت فالنار. وغضب الجبار. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. هذا الابتلاء الأول، الابتلاء بالتكاليف. الابتلاء الثاني الابتلاء بالمحرمات. ابتلى الله الخلق بأن حرم عليهم أشياء بعد أن غرز في نفوسهم حبها، وهنا مكمن الابتلاء. إذ لو لم يكن الناس يحبون لما كان للمعنى للابتلاء معنى، ولما قال الناس أصلنا ما نبغاها، ودها حرام ودها حلال، لكن الابتلاء إنك تحبها والله يحرمها. وجعل في قمة ما يحبه الناس النساء، يقول عز وجل: زين للناس حب الشهوات من إيش؟ النساء. أكبر شهوة تسيطر على عقل الإنسان فتنة المرأة وفتنة الرجل بالنسبة للمرأة، والرجل يتمالك ويتماسك أمام أي فتنة لكن ينهار أمام المرأة إلا من عصمه الله، وأسأل الله أن يعصمني وإياكم من الزلال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من إيش؟ من النساء. وقال: ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت في النساء. ولهذا ليش الإسلام حرص على أنه يعطي المرأة جانب من الاستقلالية ويخليها من حالها، وأمرها بالحجاب، وأمر الرجل بغض البصر، وأمرها بغض البصر، وحرم عليها الاختلاط بالرجال والاحتكاك بهم، وحرم عليها أنها تخضع حتى في الصوت، أو أنها تتعطر، أو أنها تلبس حلي تضرب بها برجولها ويفهمون الناس أن فيها حلية. ليش كل هذه الاحتياطات؟ من أجل الحد من هذه الميل إلين يتزوج الإنسان. فإذا تزوج جعل الله عباده أن يأتي زوجته. ابتلاء
وهذا الابتلاء الذي حرم الله بهذه المحرمات لا يبرز أبدا إلا إذا كانوا يرغونها. وقد عندنا أمثلة في القرآن، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذا كنت محرم، محظورات الإحرام 9، من ضمنها إيش؟ الصيد. ما يجوز تصيد لا في مكة، طبعا في مكة لا يجوز الصيد سواء أنت محرم ولا محل، لكن لو خارج مكة وأنت محل تصيد، لكن أنت محرم حرام أن تصيد. طيب، الناس امتثلوا، ابتلاهم الله، هل يمتثلون ولا يصيدون؟ فجعل الصيد يأتي بين أيديهم وقال لهم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، أي يختبركم الله، بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يوم كانوا محرمين وإذا بالغزلان والظباء والأرانب بين يديهم مثل الغنم، لكن ما يقدرون يسوون شيء لأنهم محرمين. لما حلوا إحرامهم دوروا للصيد ما عاد شافوه. ابتلاء، ابتلاء. وكما ابتلى الله عز وجل أصحاب القرية من بني إسرائيل، قرية كانت تعيش على طرف البحر من جهة البحر الأحمر من جهة مصر، وكان طبعا كما تعرفون حياة القرى التي تعيش على السواحل كلها تعتمد على الله ثم على البحر، في أكلهم وفي الصيد وفي استخراج اللؤلؤ مثل ما كان أولا. الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بأن حرم عليهم الصيد يوم السبت، وأباح لهم الصيد يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والربوع والخميس والجمعة، 6 أيام صيدوا، يوم السبت ممنوع. قالوا بسيطة يوم السبت، نقعد ما نصيد، نصيد يوم الجمعة ونأكل حق الجمعة والسبت. قعدوا فترة، أراد الله أن يختبرهم، هل تركوا الصيد يوم السبت امتثالا لأمر الله ولا لأنهم ما يبغون الصيد؟ فجعل الصيد لا يأتي إلا يوم السبت، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يقول عز وجل: واسألهم، سأل بني إسرائيل اليهود الموجودين، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني أطراف البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تجي السمكة وتقلب بطنها وتوري الصياد، وهذا إغراء، يعني شوفني موجودة تعال خذني. والصياد إذا شاف السمكة تقلب بطنها يسيل لعابه، وأنتم كلكم أكثركم صيادين لأنكم على طرف البحر. لكن قال: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يجي يوم الأحد ولا واحدة، ينزلون البحر ما يشوفون له ريح، يطرحون لا وسط البحر ولا شيء، يروح إلى أعماق البحر. ويوم السبت في الصباح وإذا بالحيتان بل الشاطئ. قال بعدها: كذلك نبلوهم، نختبرهم. أمام هذا الاختبار انقسموا فئتين، فئة قالوا: والله لو نموت ما نصيد يوم السبت، وهم أهل الإيمان. فئة ثانية قالوا: من له حيلة فليحتال، إيش نقعد نموت؟ شغلوا عقولكم، احتالوا، سووا لكم درب، الرجال يصنع نفسه، صنعوا أنفسهم، لكن إلى الدمار والهلاك والخسارة في الدنيا والآخرة. إيش سووا؟ حفروا حفر، علشان إذا جاء السمك يوم السبت تمسك الحفر، ويمسكون يوم الأحد. قالوا: حنا ما صدناه يوم السبت، لكن من اللي حفر الحفر يوم السبت؟ على من تضحكون؟ أهل الإيمان قالوا لهم: هذا حرام. ناس تانين قالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طبعا هؤلاء الذين اصطادوا هذا السمك الله عز وجل غضب عليهم ومسخهم قردة. قال عز وجل: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال: فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. إيش هذا العذاب؟ قردة. جوا في الصباح وإذا بالأبواب حقتهم مسكرة، حطوا، كانت كل قرية عليها سور، تسلقوا الأعمدة بالسلالم، نزلوا تحت وإذا ما في ولا إنسان، كلهم قردة. يجي القرد يتمسك بجاره ولا رحيمه ولا شيء ويطالع فيه، ما در إنه فلان رحيمه، لكن قرد.
ليش قرد؟ قالوا لأن القرد من أسوأ الحيوانات الذي يحرص على الحصول على غرضه بأي وسيلة وبأي حيلة، فمسخهم الله قردة لأنهم احتالوا على الله عز وجل. أجل أخي الكريم، أمام النهي موقفك الابتعاد. حرم الله الزنا، خلاص ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حرم الله الربا، لا تقرب الربا. ليش؟ لأنه دمار عليك. الله سبحانه وتعالى حرم الربا، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهم في الإثم سواء. والربا 74 حوبا أدناه ذنبا كأن ينكح الرجل أمه، ودرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من 36 زنية في الإسلام. حرم الله الغش، لا تغش، من غشنا ليس منا. أي شيء نهى الله عنه وحرمه وقف. ليش؟ علشان تنجح في الامتحان. لأنك إذا غشيت أو سرقت أو رابيت أو زنيت أو سويت شيء من الممنوع والحرام سقطت في الامتحان، وإذا سقطت خسرت الدنيا والآخرة. هذا الابتلاء الثاني. الابتلاء الثالث، ابتلى الله الناس بالأقضية والأقدار. الله سبحانه وتعالى ملك على العرش استوى، بيده مقاليد الأمور، يجير ولا يجار عليه، يرفع ويخفض، يحيي ويميت، يغني ويفقر، يعز ويذل، يهب الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، كل يوم هو في شأن. والناس في الأرض تجري عليهم أقضية الجبار سبحانه وتعالى. وما هو واجبهم أمام القضاء والقدر؟ الرضا والتسليم. هذا هو واجبك عند القضاء والقدر، لعلمك بأن الذي قضى الأمر هو الله. وطبعا القضاء له وجهين، وجه خير ووجه شر، ونحن نؤمن بالوجهين ونؤمن بالقضاء والقدر. إيش؟ خيره وشره. إيش هو خير القضاء؟ مثل ما نحن فيه الآن، هذا خير، أمن في الأوطان وعافية في الأبدان وأرزاق تأتينا رغدا من كل مكان، ومستورين، أنت مستور وعافيتك متوفرة وزوجتك متعافية وأولادك متعافين وبيتك عامر وسيارتك قدام بابك ورصيدك في البنك طيب يسمح لك بأنك تروح وتتفسح وأنك تعطي وتأخذ. هذه كلها اسمه قضاء خير. لكن هل يستمر هذا دائما؟ لا. تجيك الوجه الثاني، إنه أنت متعافي وتقرق أنت مريض، زوجتك متعافية تمرض، سيارتك تنصدم، بيتك لا سمح الله يحترق، ولدك يموت، زوجتك تموت، أبوك يموت، يعني يحصل هذا. هذا ما تبغاه هذا، لأنه إيش؟ القضاء الثاني. وهذا ليس من خلق المؤمن. المؤمن له عبودية لله في السراء وعبودية لله في الضراء. لكن بعض الناس يعبد الله على السراء بس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف العافية، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. في حال الضراء تصبر، وفي حال السراء تشكر. يقول صلى الله عليه وسلم: عجيب أمر هذا المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. غير المؤمن لا، إن أصابته سراء بطر وتكبر، وإن أصابته ضراء ضجر وسخط. أما المؤمن لا. طيب كيف أصنع أمام القضاء اللي ما هو بزين هذا؟ الصبر حتى أنجح في الامتحان. وأعلم أن الله لا يقضي إلا بالخير. قضاء الله كل خير، لكن بالنسبة لوقوع علينا قد يكون شر بالنسبة لنا، لكنه عند الله خير. كيف يكون خير عند الله وعندنا شر؟ أعطيكم مثال. أعظم قضاء على الناس، وهو قضاء شر ما حد يبغاه، قضاء الموت، أليس كذلك؟ الناس ما يبغون الموت، وكل واحد يقول: يا الله يطول عمر أبويه، والله يطول عمر زوجتي، والله يطول عمر ولدي، كل واحد فديته، كل واحد يجعلني يموت قبلك، كل واحد ما يبغون الموت، كله ما يبغون الموت. طيب ما تبغون الموت لأنه شر بالنسبة لكم؟ نعم يا ربي ما نبغى الموت. يلا خلاص يلا يا موت، لا عت موت الناس، خل الناس يعيشوا،
خلهم ينبسطون. نعم. وتعطل الموت 200 سنة، 300 سنة، 400 سنة، تعال شوف حال الناس بعد 300 سنة. تدخل البيت بيتكم تلقى أبوك عمره 70 سنة ما شاء الله عاده يقوم يصلي يروح، وجدك وراه عمره 90 سنة ما عاده يقدر يقوم، وأبو جدك وراه عمره 110 سنوات قد هو في غيبوبة، وأبو جد جدك عمره 130 سنة قد هو يأخذ الطعام بالرضاعة وتسوي له حفاظة، وأبو جد جد جدك عمره 160 سنة أو 70 سنة، المهم 70 شايب في كل زاوية شايب، هذا يصيح وذا يطيح وذا يقول ظهري وذا يقول راسي وذا يقول ودوني وذا يقول وش تقولون وذا يقول، بالله تتمنى الموت ولا لا؟ طول يومك تقول يا ربي نزل الموت يا ربي نزل الموت. ليش؟ قال تشيل هذولا وين وديهم ذولا؟ ما أقدر أموتهم لأن ما في موت، ولا أقدر أخليهم، لا بد أقوم بلازمهم. الآن